الماتش بتاع النهارده دوت نادي الزمالك يفرض شخصيته، انا يقول لمسج لافريقيا كلها انا جاي ياخد البطوله، هنفضل كل سنه اول ماتش نتعادل ونخسر فيه عشان نخش البطوله. غلط جدا، شايف ان كارتون اصلا ما اتفرجش على بيترو اتلتيكو، حاسس ان اللعبه اتفاجئت اصلا بمستوى اللعيبه بتاعه بيترو. بيترو فرقه كويسه جدا، منظمه دفاعيا، بيلعبوا 3 5 2، عندهم 3 3 4 3، بيلعبوا 3 قدام، اقويه جدا، صراع جدا، هيتعبون هناك. كنت شايف ان البدايه وحشه جدا، في سوء توفيق النهارده في الماتش. الشوط الثاني ابتدينا ان احنا نتدارك الموقف، رجعنا للماتش بتغييرين اوباما وشيكابالا، حسيت ان في روح، في اصرار، حسيت ان هو جرس انذار ان احنا لازم نرجع في الماتش، ودي بانت اول الشوط الثاني. ابتدى الخطوط تبقى متقاربه، ابتدى ان يبقى في الناحيه الهجوميه بقى في شراسه في وجود شيكابالا واوباما، ولازم اوجه لاوباما رساله، انت عندك لعيب كبير لازم تبقى على قدر المسؤوليه، لازم تبقى طول الوقت مركز، انت تعمل تقدر تعمل الفارق، لكن مش ماتش وماتش اللي تبقى وحش وماتش تبقى حلو، انت تقدر تعمل فارق لنادي الزمالك بشكل غير طبيعي. النهارده امام بيلعب في نص الملعب طول الماتش لوحده، عمل دور كويس قوي قوي، لكن لازم نادي الزمالك يبقى مركز اكتر من كده. اللعيبه لازم يبقى عندها الروح والاصرار، نفسي ناخد دوري ابطال افريقيا. احنا اخر سنه يا كابتن، اما انا كنت موجود يا كابتن ميدو، كنا بنلعب سان داونز النهائي، لو في صوره تبقى موجوده عندكم، ماتش النهائي ده كان احنا كسبنا 1-0 بجون ستانلي، انا بعيط ليه؟ انا كزملكاوي نفسي نكسب دوري ابطال افريقيا، احنا مش هنفضل بقالنا سنين كبيره جدا في الدور التمهيدي نبقى مش كويسين، نبتدي نفوق شويه، نبتدي نخسر. لا، نادي الزمالك نادي كبير، لازم اللعيبه من دلوقتي تبتدي تركز في الماتشات اللي جايه. عندنا مشكله في بيترو اتلتيكو هناك في انجولا، ماتش صعب جدا، الوداد هيبقى ماتش صعب جدا، فمهم جدا لعيبه نادي الزمالك تخش البطوله من بدري، لان جمهور الزمالك مش هيقبل غير ان انت تاخد البطوله باللعيبه دي. وفعلا يعني انا بقول ان اكيد يعني لعيبه الزمالك خلاص انت وصلت لمرحله ان انت لازم تكسب، لازم تكسب بطوله كبيره. مستغرب الناحيه الثانيه، جمهور الاهلي بيتفرج على فرقته ان هو بتكسب بطوله افريقيا وتروح كاس عالم الانديه، واحتفاء كبير بالاهلي بالفوز بتاعه. اكيد ده صحيح، كل واحد شغال في حتته، لكن اكيد ده لازم يخلق جوه اللعيبه ان يبقى في تركيز وفي غيره. أيوة انا عايز، خلي بالك، عايز اقول لك حاجه. اتفضل. الجيل اللي بيكسب وبيفضل يكسب بطولات في حته اوتوماتيك بيبقى لعيبته موجوده في منتخب مصر، اوتوماتيك لعيبته بيجي لها اعلانات اكتر، اوتوماتيك لعيبته بتبقى بلغه يعني بلغه الشارع متسيطه بشكل اكبر. صح. انت ليه تحرم نفسك من كده؟ زي ما انت بتقول انا بضم صوتي بصوتك، كان لازم النهارده في جزء ايجابي ان اللعيبه قتلت لغايه اخر ثانيه انها ترجع الماتش. لكن انا لازم النهارده كان لعيبه الزمالك توصل رساله لافريقيا كلها، احنا السنه دي داخلين ناخد البطوله، عايزين ناخد البطوله، خاصه ان الدار ان فرقه زمالك كويسه، اللعيبه كويسه جدا، لعيبه كويسه جدا، يقدروا يعني انا النهارده ببص على الفرقه بتاعه الزمالك كلهم لعيبه دوليه. النهارده كابتن ابو جبل، فتوح، الونش، محمود علاء، حمزه المسلوسي، امام عاشور، سيف الدين الجزيري. امام عاشور من وجهه نظر انا الفتره اللي جايه هيبقى من افضل نص ملعب في مصر. انا حاسس ان هو نضج بشكل كبير جدا ومختلف. يعني الكره تيجي على الشمال يشوط، كرة تيجي على اليمين يشوط، قوي، عارف امتى يعلي الريتم امتى يهدي الريتم. شايف ان امام حاجة كويسة جدا هتيجي ان شاء الله مع زيزو، مع اشرف بن شرقي، مع شيكابالا، مع الجزيري، لا فرقة تقدر، مع طارق حامد طبعا، لا فرقة تقدر ان هي تاخد دوري ابطال افريقيا. فلازم انا لازم يا كابتن لازم يبقى في غيرة، لازم يبقى في طموح. النهاردة النادي الاهلي الثالث مرة ياخد برونزية في كاس عالم الاندية، طبعا بنبارك لهم، لكن انا بتكلم على لعيبة نادي الزمالك، انت لازم يبقى في غيره، لازم تبقى انت عندك هدف وعندك طموح. انا ليه انا ما اروحش كاس عالم الانديه السنه دي؟ لازم 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 اللعيبه تبقى عند حاسه بكده. جمهور نادي الزمالك الصوره دي يا كابتن، دي نهائي افريقيا، نهائي دوري ابطال افريقيا. كنت انا نفسي ناخد البطوله دي، كنت نفسي. ليه؟ لان انا عارف ان ده حدث ما بيتكررش كتير، حدث النهائي، وبرده بعديها بسنه منتخب مصر في الجابون مع الكاميرا لما يجي وقت المنتخب نتكلم عليه. لكن بتكلم على الزمالك، انتوا يعني خد بالك كابتن، اللي يمشي من نادي الزمالك يحس بقيمته. دايما انا بقول كده، دايما اللعيب اللي في نادي الزمالك مش حاسس بالنعمه اللي انت فيها. فانا بقول لهم انا مشيت من نادي الزمالك، لا دي انت في نعمه كبيره جدا جدا جدا، لازم تحافظ عليها. الجمهور كل هدف، خلينا نكون متفقين يا كابتن ان القيد مقلل عدد اللعيبه. هل نادي الزمالك يقدر ياخد جميع البطولات؟ انا بقول لك لا، لازم يبقى عندهم هدف ان هم لازم ينافسوا على دوري ابطال افريقيا، لازم الهدف ده من دلوقتي يعملوا كده.
انا اتفاجئت بالمستوى بتاع الشوط الاولاني. لا انت النهارده الغيره اللي بنتكلم فيها دي مع احترامي للمدير الفني وبيتكلم المدير الفني هيعمل محاضره وهيتكلم، لكن دايما انا شايف ان اللعيب هو الاساس بالذات اللعيبه الكبار. اللعيبه الكبار لازم ان هو يزرع كابتن اللعيبه ديت بقالهم 3 4 سنين مع بعض. دي حاجه حصلت ومهمه جدا. النهارده لازم يبقى فيه الغيره، لازم انا مش بتكلم عن النادي الاهلي، لا النادي الاهلي منظومه كبيره، منظومه كويسه، بنبارك لهم بالبرونزيه، لكن انتوا فين النهارده؟ التعادل ده يعني مع احترامي النقطه افضل من ان احنا نخسر، لكن كنت لازم تكسب لان انت الفرقه دي هتلعبها هناك هتبقى الماتش صعب. فدوري ابطال افريقيا خلي التركيز للاعب، انا بقول لهم لازم تركزوا في دوري ابطال افريقيا. انا نفسي ناخد دوري ابطال افريقيا، جمهور الزمالك نفسي ياخد دوري ابطال افريقيا، نفسي نوصل لكاس عالم للانديه. لازم لازم لازم، مفيش حد احسن منكم كلاعيبه، انا بتكلم اللعيبه هل هم يقدروا؟ طبعا يقدروا، اللعيبه اللي احنا بنتكلم فيها ده كابتن ميدو يقدروا طبعا ياخدوا البطوله. فاتمنى الفتره اللي جايه يبقى فيها تركيز. ما تسخنيش بقى. انا جاي هادي وفي انا فعلا والله فعلا كل الزمالكاويه نفسهم يشوفوا ان الزمالك بطل افريقيا.